اهلا وسهلا بيكم في قناة بيست. ان شاء الله النهاردة هوريكم ازاي بنقدر ان احنا نجيب قالب الوزارة او القالب اللي المفروض بنكتب عليه البحث، وبعد كده بنرفعه على منصة ايدوموودو بنسلمه للمدرسة. في البداية احنا بنفتح صفحة جوجل للبحث وبنكتب فيه قالب بحث الوزارة، تمام؟ هنكتب ده في صفحة البحث وبننتظر لما الصفحة تحمل، تمام. هنلاقي طبعا مجموعة من القوالب، بس احنا هنختار القالب بحث للطلاب، تمام، قابل للتعديل، تمام. يعني احنا هنختار نموذج بحث كامل قابل للتعديل بصيغة الوورد لجميع الصفوف، هو ده اللي احنا هنضغط عليه. وكده هيفتح لنا الصفحة اللي احنا شايفينها قدامنا، تمام، وجايب طبعا نموذج للبحث القابل للتعديل بصيغة البي دي اف زي ما احنا شايفين اهو موجود عندنا. وبعد كده بنبتدي نحمله على الجهاز بتاعنا، سواء انا فاتحة من الموبايل او فاتحة من الكمبيوتر، بس اهم حاجة في البداية لازم يكون عندي مايكروسوفت وورد موجود على الجهاز اللي انا هحمل عليه القالب ده، لان القالب بصيغة الوورد، فبالتالي لازم الجهاز يتعرف عليه، اوكي. وبعد كده بدوس على التحميل اللي هو تحميل قالب بحث الوزارة، تمام، بس احنا طبعا هنحمله بصيغة الوورد. ليه؟ لان احنا هنكتب عليه، وبعد ما هنخلص المفروض نحوله بقى بصيغة البي دي اف، وبعد كده نرفعه على منصة ايدوموودو او بنكتبه بخط اليد ونسلمه للمدرسة وهي المسؤولة عن رفعه لمنصة ايدوموودو. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.